السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا من جديد على قناة فيلوسوفيا النجاح. إن كنتم أول مرة تزورون قناتنا، يمكنكم تسجيل الاشتراك على القناة وتفعيل خاصية الجرس من أجل أن تتوصلوا بكل جديد نقوم بنشره، ومن أجل دعمنا وتحفيزنا كذلك. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على صفحتنا في الفيسبوك فيلوسوفيا النجاح وموقعنا الإلكتروني الذي يظهر أمامك. الآن سنتحدث عن المحور الأول الذي هو الرغبة والحاجة. فما هو الهدف المتوخى من هذا المحور؟ إذن سنسعى من خلال هذا المحور أن نتعرف على طبيعة العلاقة الموجودة بين الرغبة والحاجة وكيفية تحول الحاجة إلى رغبة لا شعورية. إذن يمكن أن نصوغ هذا الإشكال الفلسفي على النحو التالي: ما الرغبة؟ نتساءل ما الرغبة؟ وسنتساءل عن ما الحاجة؟ وكيف يمكن أن تتحول الحاجة إلى رغبة لا شعورية؟ وهل العلاقة بين الرغبة والحاجة هي علاقة اتصال أم علاقة انفصال؟ إذن سنجيب عن هذه التساؤلات من خلال الموقف الأول، وهو للمحللة النفسية ميلاني كلاين. تؤكد وتعتبر ميلاني كلاين بأن ثدي الأم حسب كلاين أنه يعتبر أول موضوع يتعامل معه الطفل الصغير. فالطفل الصغير مثلا عندما يولد من بطن أمه، أول شيء يتعامل معه هو ثدي الأم. لماذا؟ لأن هذا الثدي هو الذي يسعى من خلاله الطفل إلى أن يحقق حاجته ورغبته معا. إذا فالحاجة تتعلق بما هو بيولوجي عضوي، في حين ترتبط الرغبة بما هو نفسي لا شعوري. وفي هذا الصدد تسعى ميلاني كلاين إلى أن توضح طرق الإرضاع التي يتعرف عليها الناس. هناك طريقتين: الطريقة الأولى تكون أقل ضبط لزمن الإرضاع، والثانية تلتزم بأوقات محددة لزمن الإرضاع. وبالتالي هذه الطريقتين معا تعتبران سلبيتين في الإرضاع. لماذا؟ لأن الطفل لا يستطيع أن يلبي جميع رغباته وجميع حاجيته بشكل متوازن ومعتدل. لهذا تقترح ميلاني كلاين أن الحل يكون في التزام طريقة وسطى بين الطريقتين السابقتين، إذ يجب وضع مسافة زمنية معقولة بين الرغبة وتحقيقها، لكي نتيح للطفل إزالة الدوافع اللاشعورية من خلال البكاء كلغة أساسية، ويعبر من خلالها الطفل عن رغبته. إذا هذا الموقف يمكن أن نوضحه من خلال الخطط التالية. إذا عندنا جوج ديال الطرق ديال الإرضاع. الطريقة الأولى قلنا حينما يكون الإرضاع مضبوطا من حيث الوقت يلبي للطفل حاجته. إذا لاحظوا الطريقة الأولى ديال الإرضاع المضبوط، نلبي للطفل حاجته ولكن لا نلبي له رغباته، بمعنى فوكاش كنعطيوه يرضع من كيجي الجوع. إذا نشوفوا الطريقة الثانية، هي حينما يكون الالتزام بأوقات بالوقت غير مضبوط، فإنه لا يلبي للطفل أيضا رغبته، ولا تتمكن الأم من إزالة كل آلامه ومعاناته. لماذا؟ لأنه كلما بكى الطفل هنا تقدم له الأم الثدي، وبالتالي لا نتيح للطفل مساحة زمنية لكي يعبر عن رغباته من خلال البكاء. إذا هنا يمكننا أن نقول كاستنتاج إن إحباط رغبة الطفل بشكل معقول وغير مبالغ فيه ينعكس إيجابا على شخصية الطفل. يعني خصنا نعطيوه يرضع ونخليوه يبكي شي شويه، نعطيوه يرضع ونخليوه يبكي شويه. علاش؟ باش نخليو له واحد المساحه فين يبكي، ويكون طريقه ديال الارضاع ويكون الاحباط ديال الرغبات بشكل متوازن، فيعمل على اغنائها وتثبيت عنصر الانا لديه، كما يمكنه من التكيف مع الواقع ومواجهه قلقه من اجل البحث عن حلول لازمته الداخليه من خلال الانشطه الابداعيه التي يقوم بها. اذا هنا يتضح على ان الحاجه الى الرضاعة تتحول إلى رغبة نفسية لا شعورية حسب ميلاني كلاين. نشوف تصور آخر يعالج هذه نفس الإشكالية، وهو موقف رالف لينتون. إذن يؤكد رالف لينتون على أن الملابس تمثل موضوعا لحاجة بيولوجية لدى الإنسان. إذن لاحظوا، إذا كانت ميلاني كلاين قد أعطتنا مثال الرضاعة، فإن رالف لينتون يعطينا مثال الملابس. يقول بأن هذه الملابس تشكل موضوعا لحاجة بيولوجية، بمعنى أن الإنسان في حاجة ماسة إلى الملابس، لكن وبالرغم من غياب هذه الحاجة البيولوجية نرتدي الملابس، بمعنى أنه في الصيف كنلبسوا الملابس. يعني متى تكون الملابس حاجة بيولوجية؟ تكون في الشتاء، يعني الإنسان في حاجة ماسة إلى ارتداء الملابس، ولكن في الصيف عندما تكون الحرارة يحتاج الإنسان كذلك إلى الملابس. إذا لهذا يقول وبالرغم من غياب هذه الحاجة البيولوجية نرتدي الملابس، وهذا يعني أن الملابس لم تعد مجرد حاجة بل أصبحت موضوعا للرغبة. فالسبب الرئيسي الذي يقف وراء هذا التحول من الحاجة إلى الرغبة هي ثقافة المجتمع.
لاحظوا معايا مثلا انه لم نعد نقتصر في شراء الملابس على نوع محدد، وانما اصبحنا نتبع الماركات، هذه نايك، هذه اديداس، هذه بولو، هذه كذا هذه كذا، بمعنى انه ما بقيناش غير كنلبسوا وفقط لان اللباس حاجه، وانما اصبحنا نختار الملابس تبعا للماركات الموجوده في السوق. هي ثقافه المجتمع باعتبارها مسؤوله بالدرجه الاولى عن خلق مجموعه من الرغبات لدى الافراد، ومن بين هذه الرغبات كما يرى رالف لينتون نجد الرغبه الاخلاقيه، بمعنى اننا نرتدي الملابس من اجل ان نعبر عن نوع اخلاقي. فمثلا عند المسلمين يتم ارتداء الحجاب، لماذا؟ لان الله امرنا بارتداء الحجاب، ويعتبر الحجاب دلاله على الحشمه والوقار والاخلاق. ثم يمكن للباس ان يكون عنده دلاله وجدانيه كاثاره رغبه الاخرين وتحريك شهواته ورغباته الجنسيه. ثم يمكن للباس ان يكون ذو رغبه اجتماعيه او ذو طابع اجتماعي، فمثلا لكي يستقبل مثلا رئيس القبيله الناس يجب عليه ان يرتدي ملابس لها هيبة ولها وقار من أجل أن تعبر عن المكانة الاجتماعية لهذا الشخص باعتباره هو رئيس القبيلة. ثم عندنا الرغبة الجمالية، أي أننا نرتدي الملابس لكي نظهر بمظهر لائق، لهذا يقول المثل المغربي كول راسك ولكن لبس للناس، لماذا؟ لأن ملابسك سيراها الناس، وبالتالي يجب أن تعبر عن مظهر جمالي بالنسبة لك. إذن هنا كخلاصة تركيبية يمكننا أن نقول أنه يتضح مما سبق أن هناك اتفاق بين رالف لينتون وميلاني كلاين على مسلمة مفادها أن الحاجة يمكن أن تتحول إلى رغبة، لكنهما يسلكان مسلكين مختلفين في التأكيد على هذا الأمر. فرالف لينتون قارب الموضوع من وجهة نظر أنثروبولوجية توصل من خلالها إلى أن الرغبة ترتبط بثقافة المجتمع، في حين قاربته ميلاني كلاين من وجهة نظر التحليل النفسي وتوصلت إلى أن الرغبة ترتبط ببنية نفسية لا شعورية. لكن في نهاية الأمر فالنتيجة ذاتها توصل إليها، وهي أن الحاجة يمكن أن تتحول إلى رغبة. والآن سنتحدث عن المحور الثاني المعنون بالرغبة والإرادة. فما هو الهدف المتوخى من هذا المحور؟ إن الهدف المتوخى من هذا المحور هو أن نتعرف على طبيعة العلاقة الموجودة بين الرغبة والإرادة، ولهذا يمكن أن نعبر عن هذه القضية ونصوغها من خلال الأسئلة التالية: ما طبيعة العلاقة بين الرغبة والإرادة؟ وهل بمقدور الإنسان أن يعي رغباته ويتحكم فيها؟ لمعالجة هذه الإشكالات سنستحضر أولا موقف الفيلسوف آرثر شوبنهاور. يرى شوبنهاور أن الإرادة تتولد عن الحاجة والحرمان والمعاناة، أي أن الإنسان كلما كان في حاجة إلى شيء ما إلا وكانت لديه الإرادة في الحصول على ذلك الشيء. فالإنسان الفقير تكون لديه الرغبة والإرادة في الحصول على المال، والإنسان المريض تكون لديه الإرادة من أجل مقاومة المرض، والإنسان الذي يريد النجاح تكون لديه الإرادة للاجتهاد من أجل تحقيق النجاح. فالإنسان إذا لا يشبع رغباته بشكل نهائي، فما إن يشبع رغبة حتى تتولد عنها رغبة جديدة، وهذا الأمر يعود إلى الإرادة التي تتميز بالسعي والبحث المتواصل عن رغبات جديدة، بمعنى أن رغباتنا مرتبطة بإرادتنا ورغباتنا غير محدودة، والسبب هو أن إرادتنا غير محدودة. فإذا كانت إرادة الإنسان محدودة كان بالإمكان أن تكون الرغبة محدودة، ولكن ما دامت الإرادة غير محدودة فإنه لا يمكن للرغبة أن تكون محدودة. فالإنسان لديه الإرادة في تجريب أشياء جديدة، لديه الإرادة في البحث، لديه الإرادة في النجاح، لديه الإرادة في تحقيق ما ليس لديه، وبالتالي فهذه الإرادة هي التي تتولد عنها الرغبات، وبالتالي فالإنسان لا ينعم بالراحة أبداً، ويجعل إمكانية الحصول على السعادة مسألة مستحيلة ما دامت إرادتنا غير محدودة، وما دمنا غير قادرين على أن نحد من قوة الإرادة فإن الرغبات ستكون دائما كثيرة ومتعددة. ولهذا يمكننا أن نقول مع آرثر شوبنهاور بأنه لا يمكننا أن نصل إلى السعادة المطلقة، لكن
كيف يعالج وكيف يرى سبينوزا علاقة الرغبة بالإرادة؟ تشكل الرغبة حسب سبينوزا ماهية إنسانية أو ماهية الإنسان، إذ أنها تتجذر في أعماقه، ولذلك خاصة بالإنسان لأنها ترتبط بعنصر الوعي لديه. فالرغبة هي الوعي بما نشتهيه ونريده ونسعى إليه. وعليه حسب سبينوزا يستحيل علينا أن نفصل الوعي أو الإرادة عن الرغبة، فالرغبة توجد في قلب كل سلوك يقوم به الإنسان. إذن لا يمكن تحديد ماهية الإنسان من دون الإحالة إلى الرغبة. لهذا فالإنسان كائن راغب، والرغبة هي كل ما نسعى إليه ونريده ونشتهيه. هنا نلاحظ على أن سبينوزا يربط بشكل كبير الرغبة بالإرادة، ولهذا يعرف الرغبة ويقول: الرغبة هي شهوة مصحوبة بوعي ذاتها، أي أن كل رغباتنا إنما هي متأصلة بالوعي. وعليه فيربط هنا سبينوزا الرغبة بالوعي والإرادة. من جهة أخرى نجد إرنست بلوك يحاول أن يحدد لنا طبيعة العلاقة بين الرغبة والإرادة، ولهذا يميز بين سلبية الرغبة حينما تقترن بمجرد الأمل، وبين إيجابيتها حينما تقترن بالإرادة. فالأمل يجعل الرغبة حبيسة الخيال وغير معقولة أحيانا، في حين توفر الإرادة للرغبة شروط وعناصر التحقق الفعلي على أرض الواقع، كما تجعلها معقولة في ذاتها. إن الإرادة إذن هي رغبة قابلة للتنفيذ. ويمكن أن نفهم من خلال هذا القول بأن الرغبة عندما ترتبط بالأمل فإنه يؤثر عليها بشكل سلبي، وعندما ترتبط الرغبة بالإرادة فإنها تؤثر عليها بشكل إيجابي. ولهذا يمكن أن نعرف خصائص ومميزات الرغبة من خلال الخطط التالية. فالأمل تكون وسائله منعدمة، في حين أنه عندما ترتبط الرغبة بالإرادة فإنها توفر وسائل التحقق. تكون المدة طويلة عندما ترتبط الرغبة بالأمل، فإن المدة تكون طويلة، في حين تكون المدة قصيرة عندما ترتبط بالإرادة. وترتبط الرغبة بالخيال لكنها ترتبط بالواقع عندما تكون خاضعة للإرادة، وتكون غير قابلة للتنفيذ عندما ترتبط بالأمل، لكنها تكون قابلة للتنفيذ عندما ترتبط بالإرادة. كما أن إيقاع الرغبة عندما يرتبط بالأمل يكون بطيئا ويكون سريعا عندما يرتبط بالإرادة. هذا بالإضافة إلى كون الرغبة غير محددة بدقة عندما ترتبط بالأمل، لكنها تكون محددة بدقة عندما ترتبط بالإرادة. هذا بالإضافة إلى كون الرغبة تكون معقولة أثناء ارتباطها بالإرادة، لكنها تكون غير معقولة في الغالب عندما ترتبط بالأمل. ولهذا يمكننا أن نقول في النهاية أن الإرادة تتميز بالمعقولية والواقعية، فهي تفرض عنصر العقل والوعي مما يجعلها خاصية إنسانية، كما تتطلب الأسباب والشروط الكفيلة بتحققها على أرض الواقع. وعليه ما دام الأمر على هذا النحو فإن الإرادة أيضا تتميز بعنصر العقل وتخضع للعقل وتكون كفيلة لتحقيقها على أرض الواقع. لهذا يجب أن نربط دائما حسب إرنست بلوك الرغبة بالإرادة لا أن نربطها بالوعي. كخلاصة عامة لما سبق يمكننا أن نقول بأن هناك تداخل شديد وترابط قوي بين الرغبة والإرادة، فغالبا ما نردد أننا عندما نريد شيئا ما معناه أننا نرغب فيه. ولهذا يرى سبينوزا أن الرغبة شهوة مصحوبة بوعي ذاتها، وهو الأمر الذي يقره إرنست بلوك حيث يقرر الرغبة بالإرادة. هذه الأخيرة هي ما يجعل الرغبة واقعية وممكنة. أما شوبنهاور فهو لا يكاد يختلف مع ما أكده الفيلسوفين السابقين، فالرغبة عنده لا متناهية لأن الإرادة لا متناهية، ومن هنا يتضح ذلك التداخل والترابط الشديد بين الرغبة وصلنا إلى المحور الثالث وهو الرغبة والسعادة. كنا قد تحدثنا عن المحور الأول اللي هو الرغبة والحاجة، والمحور الثاني اللي هو الرغبة والإرادة، والآن نحن بصدد الحديث عن المحور الثالث اللي هو الرغبة والسعادة. فما هو الهدف المتوخى من هذا المحور؟ سنحاول أن نتعرف على أوجه ارتباط الرغبة بالسعادة، ولهذا يمكن أن نصوغ هذا الإشكال على النحو التالي: ما أوجه ارتباط الرغبة بالسعادة؟ وإلى أي حد يؤدي إرضاء الرغبات إلى تحقيق السعادة؟ وهل الرغبة واحدة أم متعددة؟
لمعالجة هذه الإشكالات يمكننا أن نستأنس أولا بموقف سينيكا. يقول سينيكا بأن السعادة تكمن في التحرر من الرغبات والسيطرة عليها من خلال استعمال العقل، أي أنه لكي يكون الإنسان سعيدا لا بد أن يتحرر من كثرة الرغبات وأن يكون هو المسيطر عليها من خلال العقل لا أن تكون هي المسيطرة عليه. فالسعي وراء الشهوات والملذات المادية والاستخدام السيء للعقل يجعلان الإنسان تعيسا ومحروما من السعادة، بمعنى أن من أسباب التعاسة حسب سينيكا هي أن تسيطر الشهوات واللذات على الإنسان. لهذا فحسن استعمال العقل وإدراك الحقيقة سواء المتعلقة بالذات أو الحياة أو العالم هما الأساس الذي ترتكز عليه السعادة الحقيقية التي لا يمكن أن ننالها إلا بالاستقامة الأخلاقية وبالقناعة والرضا بما هو حاضر وعدم المبالغة في التفكير في المستقبل. فكلما كثرت رغبات الإنسان وكلما تطلع إلى المستقبل من خلال التفكير في الرغبات التي يسعى إلى تحقيقها كلما كثر الحزن والهم في نفس الإنسان. ولهذا فيقول بأن القناعة والرضا هما أساس الحياة السعيدة. إذن يجب أن يكون الإنسان مسيطرا على نفسه متعقلا ورزينا. فالاستقامة والرزانة تتجليان في سيطرة العقل على أحاسيس الجسد وانفعالاته. إذن على العموم وباختصار يمكن أن نقول بأن حسن استعمال العقل هو أساس السعادة عند سينيكا، لا المحاولة في إشباع الرغبات وتلبيتها، بل كلما سعى الإنسان إلى تلبية رغباته كلما ازداد همه وكثر حزنه وبالتالي عاش في تعاسة كبيرة. إذا نشوف موقف آخر وهو موقف الفيلسوف المسلم ابن مسكوي. ينتقد ابن مسكوي العامة من الناس الذين يحصرون السعادة في تحقيق الملذات الجسدية. من أول فكرة يؤكد عليها ابن مسكوي على أن العامة من الناس الجهال الضلام كما يسميهم الذين يعتقدون أو يعتقدون بأن السعادة تكمن في تحقيق الملذات الجسدية، هؤلاء يحصرون السعادة في اللذة البدنية وهم جهال في نظره لأنهم جعلوا النفس خادمة وتابعة للجسد. بمعنى أن الإنسان عندما يسعى إلى تحقيق ملذته الجسدية فإن النفس هنا تصبح تابعة للجسد ليست هي المسيطرة على الجسد، وبهذا فالسعادة تكمن في اجتماع القوتين العاقلة باعتبارها التشوق إلى المعرفة وعاملة باعتبارها تدبير الأمور الحياتية. فالإنسان في نظر ابن مسكوي ذو طبيعة مزدوجة نفس وجسد، لذا لابد من تحقيق انسجام وتوازن بين هاتين القوتين. ولهذا يؤكد ابن مسكوي أن السعيد هو كل من توفر له الحظ من الحكمة لأنه مقيم بروحانيته في الملأ الأعلى ويستنير بالنور الإلهي لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع التخلص من جسده. إذن هنا ابن مسكوي يقدم تصورا توفيقيا يرى بأن السعادة تكمن في عنصرين، العنصر الأول هو الجسد والعنصر الثاني هو العقل، بمعنى أنه يجب علينا أن نوفق بين رغبات العقل وأن نوفق بين رغبات الجسد، لا أن نميل كل الميل إلى رغبات الجسد. فمن يميلون إلى رغبات الجسد هم العامة من الناس الجهال، وبالتالي فأنفسهم عندما يستسلمون للملذات الجسدية فهم يشبهون الخنازير والديدان وسائر الحيوانات. نشوف الموقف الثالث وهو الموقف ديال الفيلسوف الرواقي أبيقور. يعتبر أبيقور أن اللذة هي مبدأ الحياة السعيدة وغايتها، فالإنسان بإشباع رغباته الجسدية يحقق سلامة البدن ويتجنب الآلام، وبإشباع رغباته النفسية يتجنب اضطراب النفس. إذن فالحاجة إلى اللذة بالنسبة للإنسان حاجة ضرورية حسب هذا الفيلسوف، بمعنى أن الإنسان لكي يكون سعيدا يجب عليه أن يسعى إلى تحقيق اللذة. واللذة عند أبيقور مرتبطة بعنصرين، أولا سلامة الجسد من الأذى، وثانيا عدم اضطراب النفس، بمعنى أن الإنسان يجب أن يكون سليم الجسد وسليم النفس لكي يحقق اللذة، وإذا حقق اللذة فإنه يحقق السعادة. لهذا يقول أبيقور بأن اللذة بالنسبة للإنسان حاجة ضرورية، حيث لا يحدث أن يرغب الكائن بشيء إلا إذا كان يحقق له اللذة والمتعة، واللذة هي ذلك الخير الرئيسي والطبيعي، بل وهي مقياس لكل سعادة. لهذا نجد أبيقور يقول إن كل لذة هي في ذاتها خير،
إلا أنه لا ينبغي أن نبحث عن كل اللذات. لماذا؟ لأنه هناك من اللذات ما يمكن اعتباره شراً، ولهذا يجب علينا أن نرغب عن تلك اللذات وأن نبتعد عنها. إذن فاللذة حسب أبي قور هي بداية الحياة السعيدة ونهايتها، فهي ما نبحث عنه يومياً وباستمرار لكي نحقق السعادة ونكون سعداء. كخلاصة عامة يمكننا أن نقول بأن الحديث عن كيفية تحقق السعادة لدى الكائن البشري تضعنا أمام مجموعة من التصورات، فسينيكا وابن مسكويه لا يختلفان عن كون العقل والنفس العاقلة هما المؤديان إلى سعادة الإنسان بكون هذا الأخير كائناً عاقلاً يسيطر على شهواته كما يشاء عكس الحيوانات التي تحكمها الفطرة. في حين يرى الفيلسوف اليوناني أبي قور المنتمي إلى المدرسة الرواقية بأن اللذة هي مبدأ الحياة السعيدة وغايتها، فالإنسان بإشباع رغباته الجسدية يحقق سلامة البدن ويتجنب الألم، وبإشباع رغباته النفسية يتجنب اضطراب النفس، وبالتالي فالحاجة إلى اللذة بالنسبة للإنسان حاجة ضرورية لا بد منها من أجل تحقيق السعادة. إلى هنا أعزائي التلاميذ، شكرا لكم على انتباهكم، لا تبخلوا علينا بدعمكم وتشجيعكم ومساندتكم لنا من خلال تسجيل الاشتراك على قناتنا فيلوسوفيا النجاح وتفعيل خاصية الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد نقوم بنشره. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على صفحتنا في الفيسبوك فيلوسوفيا النجاح وموقعنا الإلكتروني الذي تشاهدونه أمامكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.